وجود موريتانيا غلط. بالله فمك انت عبرك. فضلا عن الصحراء. تفضل احكي. نحن لا نقيم مسيرة فقط الى العيون بل مسيرة الى تندوف. وهو كذلك. المغرب مستعد اذا دعا جلالة الملك الى مسيرة بالملايين. ان شاء الله بربي. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة جزائر تيوب. قلك الرسوني، قال الشعب الجزائري هرسوني. موسى هذا علم ولا شكارة شما؟ يا حبيب لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله. اللهم ربي يحفظنا من العلماء السفهاء. قال لك الريسوني هذا داخ من كثرة المدوخات وحب يدوخنا معه، حسب الجزائريين طايحين معنه ولا يأكلوا من وذنيهم. السيد حب يضم الصحراء الغربية وموريتانيا ومالي وتندوف للمخزن ما لابليش بواش. وبأي طريقة أيها المشاهدون الأكارم؟ بالجهاد. إذا دعا للجهاد بأي شكل، إذا دعا للجهاد بالمال نحن مستعدون. قلبك عامر بالإيمان. تخيلوا لا حول ولا قوة إلا بالله. ربي يرحمنا. الذي تعلمناه أن الجهاد يكون ضد الكفار، ضد المستعمرين، ضد الغزاة والمحتلين، مش ضد خوتك المسلمين يا الريسوني اللي حب يهرسوك الجزائريين. تصور عالم يرأس هيئة علمائية عالمية من المفروض أنها لا تفرق بين المسلمين بل تسعى لجمع كلمتهم وتوحيد صفوفهم، يأتي وعلى الهواء مباشرة ويفتي بالجهاد في تندوف والصحراء الغربية ويقول أن مالي وموريتانيا من المفروض أنهما تابعتين للمغرب. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الكلام لا يصدر إلا عن المتعصبين أو الجهال. نعم الريسوني يجهل التاريخ، لا يعلم أن الجزائريين رفضوا استقلال الشمال حينما اقترحت فرنسا ذلك في مفاوضات إفيان، وأبوا إلا أن يكون الاستقلال كاملا الجنوب مع الشمال، ما ينقص شبر واحد، ذرة تراب واحدة ما تخش، وإلا لن تنتهي الحرب. هذا الريسوني متعصب لنظام المخزن المطبع مع الصهاينة، وبدل أن يدعو إلى تحرير سبتة ومليلية أفتى بالجهاد في تندوف. مدينة سبتة تقع قبالة مضيق جبل طارق، ويعتمد اقتصادها على الموانئ النفطية ومراكز الصيد والتجارة، وتعتبر أحد أهم ركائز الاقتصاد الإسباني. يا للعجب، هل نسي الريسوني أن أجداده لم يضحوا من أجل بلاده المحتلة، وأنه حصل على استقلاله بعد أن خرج المستعمر طواعية وبإرادته؟ أم تراه نسي سلطانه الذي باع سبتة ومليلية بدراجة هوائية؟ يا سيريس والله ما قدرت تنطقها على بالك. عيب شو ما هذا الاسم يعني ولا عيب؟ نحن الجزائريون، احنا رجال، احنا ولاد الجزائر يا اخو. حدود بلادنا رسمتها الدماء والاشلاء، صنعناها بارادتنا يوم ارغمنا المحتل على الخروج من بلادنا صاغرا ذليلا. بعد غد ولا يمكن ابدا ان نفتخر بديمقراطيه البوسعة اليد والبوسعة الجلبة، لأننا شعب حر، لأننا سياد. نحن لن نقبل الأيادي ولن تنحني ظهورنا وجباهنا من أجل مبايعة ملك خائن لوطنه، باع دينه وتخلى عن فلسطين الشهداء. سقسي علينا مليح. تحيا الجزائر. تحيا الجزائر.